لو كنت مستثمر أوروبي وعندك مصنع متعثر بسبب وقف إمدادات الطاقة من روسيا، فمصر بتقدم لك الحل. أما لو كنت مواطن أوروبي من الطبقة الوسطى ومرعوب من الأخبار اللي شغالة عن نقص إمدادات الطاقة سواء غاز أو نفط أو فحم بسبب العقوبات الغربية على روسيا، فمصر برضه بتقدم لك الحل. مصر سوف تنقذ أوروبا حكومة وشعب من جحيم الشتاء المقبل. طيب إزاي الكلام ده؟ هل الكلام ده حقيقي وممكن ولا مجرد أحلام ساذجة بدافع الوطنية؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. للأسف الشديد بدأت بعض المصانع في أوروبا في الغلق وتسريح العمال، وده على ضوء إنها مصانع بتشتغل بالغاز الروسي. طبعاً فرضية تحويل مصنع للعمل بالفحم أو حتى البنزين ده كلام غير عملي. سلوفاكيا من أكتر الدول الأوروبية اللي تضررت من الموضوع ده، مصانعها عمالة تقفل مصنع ورا التاني. سلوفاكيا بتقع في وسط أوروبا ومن سنة 2004 وهم أعضاء في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، يعني حكومة سلوفاكيا مجبرة على تنفيذ اللي الاتحاد الأوروبي بيطلبه منها. اللي بيحصل ده مش في سلوفاكيا لوحدها، ولكن مصانع كتيرة في فرنسا وألمانيا والنمسا بدأت في تسريح عمالها وتعلق الإنتاج في مصانعها لنفس السبب. هنا بدأت تظهر أصوات عاقلة في مصر وأوروبا بتتكلم وبتحاول تتفق حاليا في اتجاه مبهر، إن انتوا عندكم المصانع والرأس مال وإحنا عندنا الطاقة والأيدي العاملة، والمصنع اللي بيتقفل في سلوفاكيا ممكن يتفتح في الجيزة ولا العلمين الجديد، والمصنع اللي عطل الإنتاج فيه في فرنسا أو ألمانيا علشان ما بيدفعش مرتبات على الفاضي ممكن يتفتح تاني في المنصورة الجديدة ولا دمياط الجديدة، والموظف موجود والعمال موجودين والطاقة غاز أو بنزين أو سولار أو كهرباء أو حتى فحم كله موجود. نوع جديد من جذب الاستثمار الأجنبي للصناعات المعطلة في أوروبا جراء الأزمة هيتم توطينها في مصر، وهنقدم تسهيلات وإلغاء لعوائق الروتين والبيروقراطية. ويبقى السؤال، يا ترى أوروبا هتستجيب؟ هل العواصم الأوروبية هتلحق نفسها ولا هتمشي وراء الاتحاد الأوروبي في كلامه إن دي أزمة وهتعدي؟ لأنه بصراحة اللي برا أوروبا شايف الصورة كاملة، وكلنا برا أوروبا وشايفين وفاهمين إنه إحنا قدام مشكلة مش هتعدي بالسرعة اللي متصورها البعض، والطاقة في أوروبا مش هتنتظم قبل سنتين من النهاردة إن ما كانش أكتر. وفي نفس الإطار ده حصل من كام ساعة تطور جديد بيأكد ما ذهبنا إليه أكتر من حلقة، إن الغرب أطلق الرصاص على نفسه مش أكتر بالعقوبات الغربية على روسيا، إنه تم منع السياحة الروسية من دخول أوروبا. الحظر الأوروبي على السياحة الروسية جه بقرارات جديدة تعرقل حصول الروس على تأشيرات للاتحاد الأوروبي. قادة دول أوروبا فاكرين إنهم لما يمنعوا الروس من دخول أوروبا إنهم هيضغطوا على الشعب الروسي فهيعمل ثورة على الرئيس بوتين علشان عايزين يسافروا أو يروحوا يشوفوا شغل في أوروبا. وديه تاني فرصة لمصر برضو. مصر في الأساس هي مقصد سياحي للشعوب في روسيا وأوروبا خصوصا الشرقية في فصل الشتاء، روسيا وبولندا وجورجيا وأوكرانيا. بس الواضح إنه في ملايين من الشعوب الروسية هتتمنع من دخول أوروبا، ودول من الطبقة فوق المتوسطة وعايزين مكان سياحي بديل. هنا مصر بدأت في التخطيط لاستيعاب السياحة الروسية اللي حظرت عمليا من دخول أوروبا في فصل الشتاء المقبل. المزيد من العروض والفرص، وتم بالفعل الاتفاق على عودة خط الطيران بين موسكو وشرم الشيخ والغردقة. اللي شغال في السياحة أو زائر مطلع لمحافظات البحر الأحمر يعرف كويس إن الغردقة في الشتاء بتتحول إلى أهم مشتى للسياح الروس والأوكران والبولنديين، يعني إحنا مش بنتكلم في أمنيات ولا خيال علمي، ده ملف شغال بالفعل من قبل الحرب الأوكرانية، وجات الحرب لتنعش الملف ده. ومش هنخبي عينينا عن السلبيات في أي قطاع سواء السياحة أو الصناعة، لازم في زمن قياسي يتم إزالة السلبيات دي طالما الدولة وفرت كل جهودها لاستقطاب الدولار الأمريكي عميد سلة العملات الصعبة. وفي الإطار ده حصلت مناقشات كبيرة عبر وسائل سوشيال ميديا. الجهات الأجنبية اللي بتحاول تضرب الروح المعنوية للشعب المصري وتشككه في إمكانياته
شكلت أكتر من غرفة عمليات وأطلقت أكتر من لجنة إلكترونية علشان تطعن في فكرة بدأت الدولة المصرية تدرسها بالفعل. الفكرة دي هي تقديم برنامج سياحي منخفض التكلفة للطبقة الوسطى في أوروبا اللي هتتضرر من غياب وسائل التدفئة في الشتاء، سواء الفحم أو الغاز أو النفط وحتى الكهرباء. البرنامج السياحي المصري ده بيتضمن عرض كريم للشعوب الأوروبية بأن تقضي فصل الشتاء في مصر. اللجان الإلكترونية اتجننت من الاقتراح ده وطعنت في الأوضاع المصرية وفي المصريين وشتمت فيهم، والرخيص إنك تشوف مصري شايف بلده بتتشتم وعايز يعمل نفسه موضوعي وواقف ساكت وبيتفرج. عزيزي المواطن، مصر من مئات السنين كانت ولا زالت وسوف تظل مقصد سياحي مهم جدا للشعوب الأوروبية في الشتاء. دي حقيقة تاريخية. تعملوا لجان إلكترونية، تعملوا قنوات لندن ولا حتى قمر صناعي، في النهاية دي حقيقة تاريخية بيعرفها أبسط مواطن في أوروبا الكبرى من روسيا لحد بريطانيا. وبالتالي الاقتراح ده مش خيال علمي، ولكن متسق مع حركة السياحة في فصل الخريف والشتاء. وحالياً برضو في دراسات بتحصل علشان شركات السياحة المصرية تقدم عرض زي ده فعلاً للشعوب الأوروبية، إنه مصر مناخ دافئ قياساً بمناخ أوروبا، وإنه في وفرة في الطاقة ومش هتقعد في بلدك كل شوية. روسيا تقطع الغاز عليها ولا يقولوا لك انزل لم شوية حطب ولا فحم، ولا تضطر تغير وسائل التدفئة في بيتك علشان تعرف تعيش. مصر بتحصد نتائج سياستها اللي جعلتها قطب بحد ذاته. احنا لا محسوبين على معسكر شرقي ولا غربي، وبالتالي لحد يقول لنا امنعوا السياحة الروسية، ولا حد يقدر يقول لنا امنعوا السياحة الأوروبية. هنستقبل الاتنين في نفس الوقت، الاتنين المتضررين من الحرب، وهنستقبل مصانعهم واستثماراتهم. مصر على مشارف موسم تاريخي في السياحة الشتوية، أما من لديهم دونية وغرض في نفوسهم المريضة فلا حاجة لنا بأفكارهم وكتاباتهم، مجرد سكرتارية للعدو مش أكتر. إنما مصر آمنة ومستقرة، بينما الغرب يبحث عن منفذ لمصانعه وشعوبه بسبب حرب هو الذي بدأها ولم يعرف بعد كيف يكتب فصلها الأخير. حفظ الله مصر وأعلى من شأنها وجعلها كما تستحق، أمة عظمى بين الأمم.